صباحك خير صباحك زين معطف على كرتاجك وجدي ما فيقي كافي خام ماتيرا اللي تحل العينين كافي خام صباحك خير صباحك زين معطف على كرتاجك وجدي ما فيقي. صباح الخير عسلامة مرحبا أهلا وسهلا بكم من الناس الكل كيما كل يوم نصفحكم من استوديوهات كاكتوس في أوتيك على قناة كارتاج بلوس برنامج كافي كريم هذا موعدكم الصباحي إن شاء الله كل يوم من 10 النص النهار تتابعونا تتفاعلوا معنا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وإحنا ديما في انتظار تعليقاتكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم شنو تحبوا تشوفوا في الفضاء هذية المخصص لكم المخصص لكل العالم عائلة تحديدا مرحبا بكل الاقتراحات نقول صباح الخير ريم حمروني صباح الخير نهارك اسعد ليام مسك وعنبر زيد ولا يزيد صباح الخير زميلتنا نعيمة شرميتي مرحبا نعيمة صباح النور والسرور نهارك زين نصبحوا على الشيف نتاعنا كما عادة الشيف سليم بن عمر نهارك زين صباح الخير عفيف صباح الخير نعيمة صباح ريم مرحبا اكيد الشيف راهو محضر لنا برشا حاجات اليوم باش يقدم لنا دي غوسيت كيما العاده نحاولوا باش نعطيوكم وصفات سهله وبسيطه وفي ساعه تنجموا تعملوها خاصه بالنسبه للمراه اللي تخدم واللي ما عندهاش برشا وقت باش تطيب وزيدا كيف كيف المراه حتى اللي تبدا في الدار وعندها برشا قضيه وبرشا التزامات وهاو يمشي روح بالصغار هاو يز الصغار هاو درا شنو نسهلوا عليك الدنيا يا مدام ونعطيوكم وصفات سهلين برشا فقرات استنوا فيكم نشوفوا حلقة اليوم شنو فيها في السومير ونبدأ على بركة الله يسعد من زار النبي أو مشانا بالزاد والرحلة ورزق حلالة يسعد من زار النبي اليوم باش نمشي اخترت لكم اللون ياسر ياسر سوبر ترانت اللي هو الجولد اللون اي جيتنا لسه بالجولد حتى حبي شوية نعمل لتيم عفيف البست الكوير في حلقة البارح استمتعت وقت تشوف غنية على الحب تبدأ مزيانة ولا غنية بتاع عربوخ تنجم تشطحك وتخليك تسرح وتعمل ديفولمون خصوص الحضانة وسعمل أهم المواضيع اللي تمس مباشرة العائلات التونسية باعتبار أنه نتيجة للطلاق يكون ديما فما خلاف في خصوص الحضانة متاع الأطفال الحيوان راهو كائن حي وعمره ما كان جوي باش نشريوها لصغارنا ومن بعد هما يقلقوا منه ولا احنا ولا انتوما تقلقوا منه وتحل الباب وتخرجوا وتسيبوا يا ولادي سامحيني كلام المرأة كلام نعيم كلام المرأة رجعوه كلام نعيمة شرميتي نتاع الموضة يا سيدي ورث الأطفال عادة ما تكون صغيرة لما تختاروا البيت الصغيرة بالضبط أصغر بيت أصغر بيت لازمها هي هذيك تكون بيت الصغار وشنية فيها؟ فيها ثلاثة أنشطة يرقد فيها يقرأ فيها يلعب فيها الشيء ذا كل شيء مش طيب النبيل اليوم بالنسبة اليوم عنا منيو سهل فيه سلطة خضراء فريشكا اي فهمتني ومش نعملو رسات أصلية تونسية اللي هي المدربل فما عباد ما يعرفوهاش الله الله رغم اللي هي التونسية أصيلة فما عباد ما يعرفوهاش المدربل سهلة وبنينة على الأخر فهمتني وبش نعملو للديسير تارتو شوكولا فوالا دونك هذه هي حلقة اليوم شنو اللي يستنى فيكم مرحبا بكم الناس الكل انا جيت لكوجينتنا بحضر الشيف نتاعنا هاو مشخشخة برشا خضرة وبرشا قضية شيف اليوم رسيتات قمقومين دار فيهم بالطبيعة رسيتات قمقومين وساهلين بالطبيعة الناس الكل ينجموا يخدموا هنا جوست تابعونا تابعوا ليزاستيوس نتاع الشيف سليم بن عمر باش تتعلموا اكيد معنا برشا حاجات نحب في البداية نشكر بيان سور لي سبونسور نتاعنا لي بارتنير نتاعنا اللي معنا في برنامج كافي كريم تحية كبيرة لكويزين شريف أرت بوا كويزين شريف أرت بوا اللي بيان سور الكوجينة قاعدين تشوفوا فيها معنا وانتوما زيدا كنت حبوا كوجينة كيما هكا فما برشا أنواع بكود موديل
بأسعار في متناول الجميع. ما عليكم كان تدخلوا على باج فيسبوك وانستغرام شريف أربوا بيصدق يقولوا كوزينة يقولوا الغران إلكتروميناجي الفريجيدير الغاز الفور البلاك الحكاية هذوما الكل احنا عنا الحظ على خاطر خديناه من عند مونبلان اللي تخرج في سلعة ياسر مزيانة ياسر فيهم دي ديزاين حلوين برشا وبتبيع الكاليتي معنا ما قولوا فيها إلا أنها كاليتي إكستراوردينير. في اللي برودوي parmi les produits alimentaires اللي معانا سعداء وأنهم بنيتنا هي شركة سوكودال عنا طن البحور من أجود أنواع الطن في تونس وفما برشا أنواع فما اللي بزيت النباتي فما اللي بزيت الزيتونة وغيره طماطم منتوجات الوطن القبلي وهريسة السحلية الموزوزة والمفوحة بكل أنواع لفح باش تجيكم هريسة بنينة وقمقومة. نشكر برشا برشا زيدا ماج ديستريبيوشن ماج ديستريبيوشن على لمسات في الديكور و أوسكار اللي موفر لنا كما قاعدين نشوفوا على الشاشة الجرانيت هذوما من أجود ما فما في السوق التونسية اللي تنجموا تلقاوهم هو made in Italy دونك تلقاوها تنجموا تاخذوا منهم فم برشا ألوان بلوزور موديل موجودين عند أوسكار تدخلوا على الباج فيسبوك ولا انستغرام أوسكار معروفة رائدة في هذا المجال توصل لكم اللي تحبوا عليه انتوما الحد عندكم وين ما كنتوا وزيدا كيف كيف تسهيل كبيرة في الدفع تدفع على قد ما تقدروا. نشكر برشا برشا برقاوي ريدو The Original مدام زينب البرقاوي يعطيها الصحة هي وبنيتها على الخدمة الكبيرة اللي عملوها معنا راشل هوبس اللي وفر لنا القطايع زيد هما كيف كيف سي دي بيجو راهم اللي قاعدين نستعملوا فيهم في الكوجينة وبيان سور نشكر مدام أحلام قلال ديكو غيف وياسير اللي ميسر لنا التنقلات امتعنا. يلا شيف نبداو دونك شو هالشيء هذا كل شيء مش طيب نبدا اليوم باهي. بالنسبه اليوم عندنا منيو سهل فيه سلطه خضراء فريشكه اي فهمتني وباش نعملوا روسيت اصليه تونسيه اللي هي المدربل فما عباد ما يعرفوهاش الله رغم اللي هي التونسيه اصيله فما عباد ما يعرفوهاش المدربل سهله وبنينه على الاخر فهمتني وباش نعملوا للديسير تارت الشوكولا تارت الشوكولا كالعادة سهلة غورمونت بدينا على الدلول الدلول من عند شيف سليم جاب لكم حويجة في الزمني المدرب المدرب أما بالحق برشا شباب ما يعرفوش ما يعرفوش وقت اللي هي حاجة سهلة في ستتعمل يعطيك الصحة شيف بدينا برشا دونك باش باش تبدا بالنسبة للسلاطة باش نعملوها سامبل وبنينا فرد وقت باش نعملوا ليتو وطومات سيريز وباش نعملوها بالخضرة كونفيت مش طيبة في الزيت مي في الفور أيوة. جست شوية زيتونة من فوق وشوية فيه وكيكا باش نزينوا بها سلطتنا وهذيك هي اللاتوش دي شيف فوالا وفي الاخر باش نتولي سلطة متكاملة باش نحطوا لها طن البحور بالطبيعة وكي يبدا عندك فور كيما فور مون بلون بيان سور باش تجيك الكويسون هايلة برشا. باهي نرجع لك كي تبدا في لي روسيت نتاعك شيف سليم بن عمر احنا باش نمشي ونعملوا طلة على الأخبار الجميلة نحاولوا نبداو نهارنا بالأخبار الجميلة في فقرة جود نيوز. نبدأ بالأخبار المزيدة نبدأ بالطاقة الإيجابية نبدأ بأخبار اللي هكا طلع لنا شوية المورال ما قبل ذيك نحب نسلم على الأستاذة المحامية هندة قاسم اللي تعقد بنا. مرحبا أستاذة عايشك نهارك زين عايشك نهارك مبروك دونك مع الأستاذة هندة قاسم باش نحكيه بعد شوية على موضوع يهم الحقيقة برشا العائلة التونسية اللي للأسف لسبب أو لآخر يصير انفصال بين الأزواج ويكون عندهم أطفال ومسألة الحضانة اللي فيها برشا ما يتحكي دونك باش ناخذوا برشا تفاصيل من عند الأستاذة في فقرة الفصل الأول بعد شوية خليكم معنا. أما خلينا نبدأ بالجود نيوز ألوغ رامرو مش عندك من أخبار جميلة؟ أنا الأخبار الجميلة ديما نحب حتى وكان تحكي عليها نحب نعاود نعاود ونذكره الانتصارات ثم الانتصارات والنجاحات للفنانين وللرياضيين التوانسة وباش نعاود نحكي على البطل الأولمبي
أحمد أيوب الحفناوي اللي أحرز الميدالية الفضية لسباق 1500 متر سباحة حرة في بطولة العالم للسباحة في أبو ظبي. والميدالية بالميدالية هذه زادة الحفناوي يكون حطم الرقم القياسي الإفريقي اللي في بتوقيت 14 دقيقة و10 ثواني و94 بالمئة. دونك مبروك للحفناوي، مبروك للسباحة التونسية الحفناوي اللي كان نقطة ضوء وفرحة كانت تفكروا في الليامات اللي احنا وقعدنا نتابعه وبرشا ناس معناها اكتشفوه وقتها سيتو أول مرة. مبروك ويعطيه ألف صحة وإن شاء الله ديما هكا بالنسبة للسباحين والرياضيين التوانسة. وبعد عفيف بربي نحب نعرج على حفناوي، زاد نحب نقوله اللي هو خرج في الليون نتاع فوك مع وليدات التوانسة وتصورت في سيدي بوسعيد والتصوير ياسر ياسر مزيان. برافو حفناوي. ألو غنائي باش عندك؟ من حفناوي أبو ظبي باش نمشيو للصحراء والقبلي. دوك في إطار مشروع غابة الصحراء فما شركة نرويجية باش تعمل على إنشاء واحة اصطناعية لتحفيز الصحراء في دوس بقبلي عفيف اللي هو مشروع نموذجي، والحقيقة نستبشره كي نسمعوا فما مستثمر يجي لبلادنا في هالوقت الصعيب. باش ناسكم أنا توا إيطاليا أما ديما في علاقة بتونس، فما زيت تونسي يتحصل على ميدالية أحسن زيت بيولوجي في العالم، وهذه حاجة تفرح برشا. نعرفوا احنا الكاليتي متاع زيت زيتونة التونسي من برشا بلايس وبرشا أنواع، قاعدين يخدموا في خدمة ياسر مزينة. زيت زيتونة هذه اللي تحصل على ميدالية أحسن زيت بيولوجي في العالم هو زيت زيتون نصر توكيبر في معتمدية مجاز الباب. برافو برافو ان توكا، التركيز على كل ما هو بيولوجي ظهر لي وقيته وقيته نجمو نخدمو به برشا كسوا في الداخل والا في الخارج حتى بالنسبه للتوريد. دونك نمشيو مع الاستاذة المحامية باش نحكيو في الفصل الاول. دونك مع الأستاذة هند قاسم باش نحكي ونحاولوا احنا من خلال الفقرة هذه قبل ما نمشي ديريكتومون نعطيكم فكرة باش نحاولوا نبسطوا الحقيقة بعض القوانين بطريقة سهلة نحكيوا فيهم باش نزيدوا فهمهم أكثر للناس الكل اللي قاعدين يتبعوا فينا. فما برشا نصوص قانونية تكون الحقيقة معقدة والمواطن ما ينجمش يفهمها الكل. اليوم اخترنا موضوع يهم برشا أزواج وعائلات اللي اختاروا أنهم ينفصلوا لكن يقعدوا بيناتهم صغيرات، وهوني الإشكال خاطر كان فماش صغار ما فماش إشكال كبير، ما تفهموش ولكن كي يكون فما صغار تولي المسألة مختلفة تماما. الأستاذة هند قاسم، القانون التونسي أعطى أهمية كبيرة الحقيقة لموضوع الحضانة وخاصة لمصلحة المحظون العليا، شنو أبرز القوانين اللي تنظم المسألة هذه؟ هما في خصوص الحضانة وسع من أهم المواضيع اللي تمس مباشرة العائلات التونسية، باعتبار أنه نتيجة للطلاق يكون ديما فما خلاف في خصوص الحضانة متاع الأطفال. الموضوع هذايا أوليه المشرع أهمية قصوى من خلال تقنينه في زوز مجلات والقانون متاع 2017. مجلة الأولى هي مجلة الأحوال الشخصية، المجلة الثانية هي مجلة الطفل، والقانون اللي أولى معناتها أخص اهتمام بالمرأة والطفل هو قانون معناتها إيقاف الاعتداء ضد المرأة والطفل. القانون هذا يصدر عام 2017، يتسمى نسبيا قانون جديد قانون جديد، وقد خص معناتها المرأة والطفل بقانون خاص بهم لمنع وإيقاف والقضاء على العنف عليهم. خاطر الموضوع متاع الحضانة علاش يعطي متى في حساسية كبيرة برشا، خاطر التطبيق حاجة والقضاء والتشريع حاجة أخرى. معناتها نفهم من كلامك وأنه المشرع التونسي مش مقصر
على مستوى التشريعات، على مستوى كبير. القوانين عنا تبارك الله ترسينا من القوانين اللي المفروض تحمي حقوق، كما تحمي حقوق الزوجة تحمي حقوق الطفل المحظون، ويعني ترتب له حياته في سنوات الكل تقريبا متاع العمر. هي المشكلة في التطبيق، يعني المشكلة في التطبيق، خاطر توا القوانين اللي أنا حكيت عليهم والمعنتها المجالات القانونية، المجالة الأحوال الشخصية ومجالة الطفل، هذوما والقانون متاع 2017 قانون القضاء على العنف ضد المرأة والطفل، يعني ما قادش حاجة ما فيهاش قانون، قانون خاص راهو بالمرأة والطفل، معناها من المهم جدا الحديث عليه القانون هذية، حتى مجرد أنك راهو معناتها تعنف الطفل وإلا المرأة لفظيا هذه تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، والديمة حتى من العقاب يزيد يولي أشد وقت الجريمة هذيك تتسلط على الطفل. معناها من المهم جدا الحديث على الموضوع هذية. القانون التونسي ما قصرش في خصوص موضوع الحضانة، خلى مصلحة الطفل قبل كل شيء، مراعاة مصلحة الطفل هي قبل كل شيء. معناها باش يسند الحضانة للأم وإلا للأب وإلا لحد من أفراد العائلة، راهو يلزم تكون فما المصلحة متاع الطفل العليا هي اللي يقع أخذها بعين الاعتبار، هي اللي تكون الفيصل ديما في نهاية الأمر. للي يتفرجوا فينا توا، خاطر تري سوفون توا حتى باللي بدينا نحكيو الأم والطفل، الأم والطفل، نحب نسأل على حاجة أخرى، شنو حقوق الأب وقت اللي تكون الحضانة عند الأم؟ شنو حقوق الأب؟ كما للأم الحق إنها ترعى صغيرها وتشوفه، كما زيدة كيف كيف للأب هذي حق، حتى واحد ما ينجم يمنعه منه، معناها حق الأب في زيارة ابنه وفي إنه يستصحبه طبعا بعد ما يفوت العامين بعد سنتين، خاطر قبل العامين ما عندوش الحق إنه يهزو معه يستصحبه، معناها يجي يقعد بحثيه وهو كذلك فلا حق الاستصحاب يولي مخول معطى للأب بعد سنتين بعد العامين، وقت اللي يفوت الصغير العامين يولي عنده الحق انه يستصحبه، قبل العامين عنده الحق في الزياره فقط. ديما معناتها القاضي في الحالات هذوما في خصوص الحق نتاع الاب في الزياره والاستصحاب ديما يراعي مصلحه الطفل، خاطر نعرفوا نحن اللي في وسط الجمعه ديما نلقاو الصغير يقرا ولا ليه ولا عنده ما يعمل، دونك ديما في الويكاند معناتها تلقى في اخر الجمعه جمعه ولا سبت اللي المفروض هذيك الصغير ما يقراش والاب ما يخدمش، وفي العطل وفي الاعياد يخولوا للاب بصفه عامه، هذا راهو المعمول به بصفه عامه، يخولوا للاب انه يستصحب صغيره معاه يخليه يبات عنده، وديما بطبيعه من معناتها محبذ انه يكون فما اتفاق بين الزوج والزوجه، خاطر راهو بالحق مشكله كبيره، راهو اول عدو للطفل، ونحن سور لو بلان براتيك وقت اللي الحالات اللي جيونا وقت اللي نشوفوا الطفل يولي ساعات اداه انوتي يولي اداه للضغط على الزوج من طرف زوجة، ضغط وتهديد معناه يتم استعماله بالأطفال للأسف، متى أنت تضغط عليه تجي تحكي لصغير راهو بوك ما خلصش فاتورة ولا راهو بوك صحيح، معناه في عمر صغير كما هكيكا تحملوا ضغط نفسي كما هكا حاجة خطيرة برشا، خاطر الصغير راهو شنو المصلحة متاعه؟ المصلحة متاعه هي أنه يلقى التوازن النفسي بالضبط. هو أنه يلقى معناتها المحيط اللي هو يعيش فيه يكون سليم يعيش. اسمع هي ما نعرفش فما كلمة تتقال غيوسير ان ديفورس، ماهيش حاجة سهلة، معناها كيما غيوسير ان مارياج، كيما تنجح في الزواج نتاعك يلزمك تنجح في الطلاق نتاعك نهار اللي تقرر باش تطلق، كي يبدا عندك اطفال خاصة دونك سي تري امبورطون. اليوم لو كان الام تمتنع باش تخلي الاب يشوف الابناء نتاعو، لا هوني فما عقوبات بطبيعه تتسلط على الام، خاطر هو وقت اللي يبدا عنده قرار من المحكمه حكم باستصحاب الطفل نتاعو وما ينجمش يتحصل على الام والا الام تمنعه، يمشي يتوجه معناتها الاقرب مركز يشكي على روحه ويقول راهو منعتني من الزياره، فما عقوبات هوني تتسلط على الام، وينجم حتى يمشي من بعد الاب يعمل مراجعه يقول شنو نوع العقوبات. تو احنا نعرفوا مثلا
كي تبدا الحضانه عند الام كي ما يدفعش الاب النفقه لفتره معينه نجم توصل حتى للسجن معناها عقوبه سجنيه. دونك بالنسبه للام كي تمتنع الام هذيا انه باش تخلي الاب يشوف الابناء فما عقوبات جزائيه تنجم توصل معناتها الخطايا فهمت كيف كيف زاد ينجم الاب يمشي يقوم بمطالب مراجعه عند سيد قاضي الاسره ويطلب مراجعه القرار نتاع معناتها الاستصحاب معناتها يا اما يبدلوا الوقت اللي الاب باش يمشي يستصحب فيها الصغير نتاعو من عند الام يا اما يتفهموا على بلاصه معينه وفما برشا معناها معناها اشخاص يمشيو راهو يهزوا في اولادهم من المراكز من المركز وهذه حاجه هي صور خايبه برشا هكا ولا وعرضتنا حتى صور نتاع راهو اباء يوصلوا معناها يمارسوا عنف يسلطوا عنف حتى وقت على الام حتى معناها وقت يمشيو باش يهزوا الصغير هوني علاش نقول لك راهو ديما ضحيه هو الطفل وديما تلقى حتى راهو تلقاهم مستويهم ناس من مستوى معين مستوى اجتماعي مستوى مادي راقي جدا يعني للاسف استاذه مثل هالمشاهد ماهيش متعلقه لا بمستوى دراسي لا ثقافي لا اجتماعي لا حتى شيء نجم نشوفوهم في جميع المستويات تصرفات كيما هكا ما عندها حتى علاقه الممارسات هذيه بالمستوى الاجتماعي قلت لك راهو ناس من مستوى رقي جدا اجتماعي ومادي وكل شيء نلقاوهم يمارسوا معناتها يقوموا بممارسات غريبه كيفاش انت تجي لصغيرك انت تحكي له تقول له راهو بوك عمل وعمل طفل تلقى عمره 8 و9 سنين انت مش معقول معناها تعمل الصغير باش تبتز وسيله يولي معناتها تصور انت شنو الصغير هذاك كي يكبر كيفاش باش يخم في امه سواء في امه والا في بوه ترجع وتقول شنو معناتها شنو ذنبه هو شنو ذنبه ما تفهمناش فما قانون معناتها له بالصفه عليك له بالصفه عليا ونراعيو ظروف بعضنا معناتها مش معناتها نراعيو ظروف بعضنا الكل معناتها في ان كوبل هكايا وبيناتهم صغار سي سور فما كل المشاكل والطلعات والهبطات نتاع كل واحد ولكن نراعيو بعضنا على خاطر القانون انا اللي نعرفه موافق الموضوع هذا القانون فيها ما يرحمش معناتها كي تحب انت توصلها للاخر الحكايه وقت اللي تبدا في علاقه بصغيرك المساله ما فيهاش رحمه مع القانون والحاجه الاخرى انا اللي نحبه فيها نحب القانون هذايا وقت اللي الصغير يولي راشد يولي من حقه هو انه يطالب هو ويتكلم هو على حقه مع ابوه في علاقه بنفسه يولي هو يناقش هو يناقش القانون راشد يطالب بزياده وغيره من حقه برشا حاجات دونك المشرع التونسي لهنا في علاقه بالطفوله والاسره من اقوى يظهر لي التشريع اللي موجوده فما حاله اللي هي ماهوش ممكن انه معناتها تتعدى من غير ما نتعرضوا لها هي الحاله اللي يكون فيها احد الزوجين مش تونسي ايوه وهي مشكله ياسر كبيره معناتها يوصل الاب يخطف الصغير يجيبوا لتونس يوصل انت تعرف اللي الحضانه تهم معناتها النظام العام مش معناتها معناتها تهم اهم حاجه شنو هي الاسلام والعروبه في بلادنا اللي هما اساس الدستور مش هيك اش معناتها تهم النظام العام وقت اللي نحنا نجيو باش نسندوا الحضانه علاش قلت لك هو هي تهم النظام العام يلزمك تاخو بعين الاعتبار اللي الصغير هذاك راهو باش يتربى في محيط يتعلم فيه الاسلام يتعلم فيه العروبه يتعلم فيه كل شيء يخص معناتها التقاليد والبلادنا وكيفاش نحنا عايشين اذا كان الصغير بالقانون يكون عمره قبل 5 سنين هذا بخصوص المشرع التونسي يتقعد الحضانه عند والدته معناتها بالقانون خاطر قبل 5 سنين مازال ما يميزش ما بين الدين والاسلام واي دين اخر معناتها ما عندوش حتى تمييز ما يعرفش لكن بعد 5 سنين يولي طبعا ديما مع اخر الاخذ يعني الاعتبار مصلحه المحظوظ ينجم يسند الحضانه بعد 5 سنين الى الوالد نتاعو والا بطبيعه الوالد واضح واضح استاذه نختم بسؤال شكون يتحمل مصاريف الاطفال المحظوظين ليه هو الاب النفقه على الاب وفما حاجه اخرى كثير برا من باب التدبير وكاخر باب اخر يتحل الاب وفما باب اخر يتحل نحكيوا عليه اللي هو منحة السكن اللي هي حتى في صورة ممكن المشاهدين ما يعرفوش حتى في صورة انه تكون المرأة موجودة في دار بوها وما هيش كارية دار
راهو تيخو من حد سكن. معناها ما على الراجل قبل ما يخو مرا إلا يقرأ حسابه على الحاجات هذوما الكل. كيما عملتوا حساب للعرس ليه كيما عملتوا حساب للعرس باهي وكيعملوا حساب نهار آخر نهار استعد زادة كيف كيف لنفس الشيء. أستاذة هند قاسم شكرا يعطيك صحة. شكرا ليك على تلبية الدعوة متاعنا. دونك فقرة الفصل الأول باش ترجع لكم تخي سوفون نحاولوا باش نبسطوا بعض القوانين اللي تهم خاصة العائلة. دونك هذه مهم برشا. احنا بعد شوية باش نمشيو للبوليس فاشن مع نعيمة الشرميتي. حضرت لنا برشا حاجات نعنوع على الاخر. تعمل دور الفستيفال الاخراني وسهرية في دبي. دبي عبر انستغرام. اي انا ديما عينيا في دبي. وين التظاهرات الكبيرة عفيفرة وديما في دبي. تظاهرات رياضية في جدة زادة كيف كيف باش نحكيو على الشيء باش نحكيو على الفيلم وعلى السعودية وعلى الانفتاح السعودي على العالم العربي باش نحكيو على برشا حاجات. هذوما كل باش نحكيو فيهم من بعد. اقعدوا معنا في المتابعة. احنا باش نمشيو باش نمشي للكوان واحد اخر نرجع لكم من بعد البنات باش نمشي للكوان ديكو ومكملين. كافي حام ماتينا اللي تحل العينين. كملين في برنامج كافي كريم. دونك توا وقيت باش نحكيو على الديكور وعلى التزويق نتاع ديارنا. فرحانه برشا وانا وترجع بحضينا مهندسه الديكور احلام بيونس. اهلا وسهلا. صباح النور. مرحبا نهارك زين. اليوم باش نحكيو على حاجه مهمه برشا الكلنا نركزوا عليها. الكلنا نجموا نعملوا بالصحيح ونجموا نعملوا بالغلط اللي هما غرف الاطفال. اول حاجه نجموا نحكيوا فيها بالنسبه لغرف الاطفال شنو هي؟ وفيت انا اليوم باش ندافع شويه على الاطفال باش نحكي باسمه. أيوة. غرف الاطفال عاده ما تكون صغيره. تختاروا البيت الصغيره بالضبط. اصغر بيت لازم هي هذيك تكون بيت الصغار. وشنو فيها؟ فيها ثلاثه انشطه. يرقد فيها، يقرا فيها، يلعب فيها ويتعاقب فيها مسكين. نقولوا لازم ومحكوم عليه تقعد منظمه ومرتبه. دونك صعيب عليه معناتها ما نجمش مسكين يوافق بين هذايا الكل وباش الكل يكون موجود فيه. كيف كيف زاد ساعات نحكموا عليه انه يكون عنده بيت ما تتماشاش لا مع ميولاته لا مع عمره. على خاطر نعرف اللي فما ساعات لي بارون يقول لك نخلو بيت هيك تقعد معاه وتكبر معاه. لكن هذايا راه ينجم معناتها يتعكس عليه بالسلب. بالعكس يحس روحه موش في الانفيرونمون تاعو، موش في محيطه. اكزاكتومون. خاطر يوصل لسد معينه يولي ويرفضوا نوعيه الغرف نتاع الاطفال. على خاطر سورتو كي يوصل للبري ادوليسونس سيي معناها ماش نجم تخليه في فرش فورم تاع كهرباء مثلا ولا سيي كاو. وزاده كيف كيف الاتعس انه ساعات نستغلوا بيت الصغار للديباغا نتاعنا. كان عنا شويه فليجات، كان عنا شويه قربج نحطوه تحت الخزينه نتاعو فوق الخزينه. بالضبط. نعبيوه له برشا. دونك لهنا راهي تنجم تاثر على النفسيه نتاعو وينجم صغيرنا يولي متقلق واحنا مانيش فاهمين علاش. دونك بيته مهمه برشا. قول قايلو ساعه كيفاش باش نجيبو وانا البيت صغيره؟ فما اسيوس وفيت نجمو نستعملوها في الفرش نتاعو اللي عادة نحن نحط الفرش في الوسط، تبدأ الدنيا على اليمين على اليسار، نحط البيرو ونحط الخزانة. لهنا فما لاسوس متاع الفرش اللي لصقوها للحيط. دونك سي تري امبورطون ديجا باش تربح اسباس بالقدام. تربح اسباس برشا في البيت. دونك فما زاد ليلي اللي توا ولاو ما عادش تيت دو لي مي بلوتو نشوفو تور دو لي يبدا على الدير. دونك باش يحمي صغير من البرد نتاع الحيط. والا اذا كان الفرش نتاعو ديجا موجود دونك تو سامبلومون لصقوه للحيط ونحطو دي كوسان. نجمو نزيدو بابي بان حاجه خفيفه باش نحميوه شويه من الحيط من البرد نتاع الحيط. التي اللي عاده يحيروا يقول لك شنو باش نعمل له في عمر صغير؟ اسكو نعمل له بيت نتاع كبار والا كيف كيف زاد يكبر اسكو نبدل له والا لا؟ انا نقول ماذا بينا في كل عمر نعطيه حقه. الطفل الصغير اذا كان مغروم هكا بحاجات ولا ديسانيمي واحنا ماناش مستعدين باش ناخذوا فرش اللي هو باش يكون مثلا كرهبة ولا ملونه بالاحمر، ماذا بينا ناخذ كل شيء يكون في النوتر معناتها الفرش نتاعو الخزانه نتاعو ونحاولوا نلعبوا على الاكسسوار البابي بان. معناها على قد ما يزيد يكبر في العمر انا وقتها باش نولي نبدل كان لي اكسسوار. جو سي با اوبليجي باش نقعد نبدل في المبل الكل. بالضبط. لكن هاكا تقعد فما ليدونتيتي ولا تقعد الميولات نتاعو موجوده. هاكا دي اكسسوار دي بيلوش صغار دي بابي بان دي تابلو مثلا حاجات هكا خفيفه اللي تنجم تعبر شويه على المرحله العمريه نتاعو. داكوغ. انسويت للوي
الولاد راهي مهمين برشا على خاطر في كل مرحله والا في كل عام تجي هكا دي توندونس والا موضه، وخاصه خرجتك الموضه نتاع الاحمر هكا تلقاه فيراري كرهبه والا تلقاه دي تيت دو لي هكا كابيتوني بالاحمر. راهي فما دي زيتود تعملوا على الاحمر وعلى الامباكت نتاعو على الصغير، يشنج ياسر الاعصاب ويخلي الصغير ياسر مغشش. دونك ماذا بينا نبعدوا على الاحمر كلكو سوا للي بيبي والا حتى لي ادوليسون، كيف كيف نبعدوا على الكحل على خاطر يعمل الكئيبه والاكتئاب للصغار ما نحطوش. فما ساعات لي ادوليسون اللي يقول لك نحب الكحل هكا تلقاه يحب يفرض روحه ميسيرش، نحطوا ابتي دوس ما نكثروش دي اكسسوار صغار بابي بان في اون بارتي معناتها صغرونه اللي ما تكونش امبوزونت وكبيره اللي باش تاثر ما تكونش لا كولور دومينونت معناها في الغرفه ما نكثروش منهم. ديما انا الحقيقه جو بريفير نوم لي كولور تكون دوس صبر وتخي كالم هكيك صغير يلقى روحه ويلقى الامبيونس نتاعو زين وكيف كيف حتى كيقوم ويرقد على خاطر ما نساوش النوم راهي عند الصغير مهم وكيقوم الصباح واول حاجه يشوفهم زاد كيف كيف يأثر على نفسيته. دونك ماذا بينا لي كولور تكون نوتر نزيدو معاها هكا دي كولور باستيل، فما لو روز بودري البنات هكا اون جينيرال يحبوا لو روز، مي نجمو نبعدو شويه من الكليشيه الروز للبنات والبلو للاولاد. تلقانا عندنا باغ اكزومبل فما البلو تركواز الكلير، فما لو جون كيف كيف زاد الفاتح هكا الفير زاد كيف فما بليزيور نيونس اللي نجمو هكا نجانكلو بيهم ونعطيو بيهم امبيونس مزيانه برشا البيت الصغيرات نتاعنا. كيف كيف زاد الرونجمون الرونجمون زاد مهم ياسر في بيت الصغيرات على خاطر كيف ما قلت فيها ثلاثه انشطه، معناتها شوف انت قداش عنده دفش. جوي القرايه حويجه لبسته برشا حاجات اكزاكتومون عنده برشا حاجات. دونك لازمنا نخمموا برشا في الرونجمون، ما فيها باس كان الفرش نتاعو فيه اقجره ما يصيرش. انا نقول ديما كسور مزور يمنعنا برشا على خاطر ساعات نلقاو حاجات ستوندار اللي ما توفرناش الرونجمون ما توفرناش الاقجره. دونك ماذا بينا يكون عندنا اقجره من اللوطه اللي باش يلمونا شويه الدبش. وين توا ولينا نلقاو برشا ماركيت في تونس دي موبل عاملين وفهموا حكايه الرونجمون هذيا، وليت تلقى الفروشيت نتاع صغار والا كبار فيهم لي رونجمون، ولينا نلقاو لي بونكيت كيف كيف فيهم لي رونجمون كثروا ايزون ملتيبليي معناها يخدموا برشا على الحكايه هذيا على خاطر كيف ما قلت لك البيوت صغار ولي دوموند نتاع العباد كيف كيف زاد مش لاقين كيفاش يحطوا دبش نتاع صغارهم، زاد خليتهم انهم يخموا باش يعملوا دي ديزاين بالنوع هذا. كيف كيف زاد فما لي بيبليوتيك اللي نجموا نحطوهم، انا نقول نجموا نستعملوهم ونحطوا فيهم دي بواط وقت اللي يكون صغير ما تلقى يحط فيه لي جوي نتاعو، وقت اللي يكبر نجموا نوقفوه ويحط فيها الكتب نتاعها ونستغلوهم في البيرو نتاعهم. كيف كيف زاد فما الاضاءه، الاضاءه مهمه برشا وبرشا ما يعرفوش اللي في غرفه الصغار لازمنا زوز انواع نتاع اضاءه، اضاءه البيضه والاضاءه الصفراء. علاش؟ على خاطر الاضاءه البيضه مهمه ياسر وماذا بينا نحطوها على البيرو باش ينجم يركز ويقرا، والاضاءه الصفراء مهمه برشا للنوم تخليه يرقد بالكدا، خاطر ساعات تلقاها مثلا الاضاءه كلها صفراء وتحطه في بيته وتقول له اقرا يجي منه تقولك شبي صغير انه نحطو على البيرو هو يكملو هو بك الضوء هذيك الاصفر هو تاثير الضوء زاد ياثر عليه ويخليه معناتها يرتاح ويجي النوم. دونك نستعملوا نوعين نتاع اضاءه، واحد للقرايه وواحد للنوم. مادام جبدنا على البيرو باش نعطيكم استيوس والا نصيحه، ماذا بينا ما نحطوش البيرو نتاعنا الظهر نتاعو للشباك. علاش؟ على خاطر اذا كان الصغير باش يقعد ومقبل للبيرو وراه الشباك دونك لهنا باش يظلل، دونك شو اللي عنده ظلام باش يجي في كونتر جور دونك باش تظلم عليه، والا اذا كان عنده اكران كيف كيف زاد باش يقلقوا على الاخر الضوء اللي وراه. زاد كيف كيف ما نخليوش البيرو بقفل بي على خاطر يبدا يقرا والا يبدا قاعد على البيرو نتاعو باش يقعد ديما بيرتوربي وديما مفجوع انه شكون باش يدخل وراه. دونك ما نجمش يركز لهنا الديسبوزيسيون نتاع البيرو نتاعو ماذا بيه كيف ما قلت ماهوش في نجم يكون في لي كوتي الشباك ومن بعديكا ومن بعديكا هما يتصرفوا ويحطوا ريزيكسيون. يعطيك الصحه، شكرا ليك مصممة الديكور احلام بيونس، ان شاء الله في الحلقات القادمه نزيدوا نمشيو لمواضيع اخرى. يعطيك الصحه، احنا مازلنا معكم كان ما خلطوش علينا من الاول، تلقاو الفقرات كل موجودين على صفحه كافي كريم عفيف الغدبي على الفيسبوك والا على صفحه كارتاج بلس والا على صفحه كاكتوس. فاصل صغير وراجعين.